المثال اللي عايزين نشوفه النهاردة وموجود في الأمثلة الجاهزة بتاع كارلا هو جنريت ترافيك. جنريت ترافيك ده وظيفته إن هو يعمل لك جنريت لترافيك حقيقية قدامك، بحيث إن مثلا أنت عايز تحاكي الواقع، إن ما تبقاش كارلا فاضية بالشكل ده كده، لا أنت عايز العربيات تبقى ماشية في كارلا قدامك، قدام العربية بتاعتك برضو، والعربية بتاعتك بتتصرف على أساس العربيات اللي ماشية قدامنا دي. فهنشوف النهارده المثال بتاع جنريت ترافيك ده ازاي نعمل جنريت لترافيك في كارلا. هتلاقي ان ده المثال لو فتحته بالشكل ده كده، طبعا انا مش هشرحه بالتفصيل يعني، بس تعالى نشوفه شغال ازاي. هتلاقي برضو الكود هنا تحت زي ما انت شايف كده، اف النيم بيساوي يساوي المين، راح استدعى المين. المين دي فين؟ المين هنا. هتلاقي ان هو عمل الارج بارسر ومرر لها الارجيومنتس زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في السنسور فيوجن، عشان هيستخدمها تحت في المين يعني. بعد كده اللي حصل ان هو عمل كونكت على الورلد عادي والكلام ده كله. بعد كده دي شوية سطور مثلا زي ان هو ايه، عايز يخلي المسافة ما بينه وما بين العربية اللي قدامه كام، مثلا 2.5 كده يعني. دي شوية سطور خاصة بالتنظيم بتاع العربيات جوه. هتلاقي ان هو عمل انيبل او ديسيبل للسنكرونس مود على حسب المتمرر في الارجيومنتس اللي عنده. بعد كده لو مفيش ريندرنج مود هيخليها بترو، ان مفيش ريندرنج مود كده. طيب هنلاقي بعد كده ان هو لو نزلت تحت كده هتلاقي ان هو بيحاول ينزل الفايكلز. السطر ده بينزل كذا فايكل، او المجموعة السطور دي بينزل كذا فايكل. كذا فايكل يعني كام فايكل؟ عدد معين من الفايكل انت قايل له عليه، قايل له مثلا نزل لي 30 فايكل موجود في الارجيومنتس، ماشي؟ فهو هينزل عدد الفايكلز دي بحيث ان هو هيخليها كلها اوتو بايلوت وتمشي مع نفسها. طيب كذلك بينزل الووكر. الووكر اللي هو مين؟ اللي هو البيرسونز اللي بتلاقيها ماشيه في الطريق، ده بينزلهم. السطور دي برضو بتنزلها. هتلاقي ان انت معاك بيحط له ماكسيمم سبيد والكلام ده كله، ولو هو بيحصل له ران الووكر يعني بيجري. كذلك ممكن يتحكم في المعلومات الخاصه بالووكر يعني، دي كلها حاجات خاصه بيه هو، ان هو بيتحكم في الووكر اللي هو الشخص اللي نازل. انا بس بوريك الكود لكن مش بشرحه بتفصيل. هتلاقي ان انت معاك هنا بعد ما بيخلص الكلام ده بيقول لك ان حصل سبون لعدد معين من الفايكلز وعدد معين من الووكرز، واضغط على كنترول سي لو انت عايز ايه تقفل يعني. بس ده كده بالنسبه للكود. هتلاقي اللي بيحصل ان هو لو شغال سينكرونس مود بيعمل وورلد دوت تيك، لو مش سينكرونس مود بيعمل وورلد دوت ويت فور تيك. طيب زي ما انت شايف كده الكود كده تمام. الكود ده بيعمل ايه؟ زي ما قلنا بيعمل سبون للعربيات، سبون لمين؟ لووكرز. فالمفروض تعالى كده نشغله ونشوف الكلام ده شغال ازاي على كارل. هتيجي هنا كده، هناخد المسار ده كده كوبي، هنعمل اناكوندا برومت. سي دي داش دي كنترول في، بعد كده هنكتب بايثون والمثال اسمه جنريت ترافيك اللي هو بالاسم ده كده. ماشي، تعالى الاول بقى نشغل كارلا ونشوف اللي هيحصل لما نشغل المثال ده معاه. زي ما انت شايف كده، لاحظ لما شغل المثال هتلاحظ ان في ترافيك بقت قدامك. زي ما انت شايف قالك سبون 30 فايكل 9 ووكرز، بحيث ان انت زي ما انت شايف كده العربيات فعلا بقت موجودة اهي في كارلا، بتتحرك فعلا جوه كارلا بالشكل ده كده. هتلاقي ان في ووكرز كمان، اشخاص ماشيين، ادي عربيات اهو، هتلاقي واحد راكب عجله هناك اهو، هتلاقي كذلك في اشخاص ماشيه زي مثلا الشخص ده كده. طيب وهتلاقي ان هو كمان العربيات دي منظمه، يعني مثلا بتقف لو في ترافيك لايت حمراء الكلام ده كله. يعني التنظيم هو اللي عامله. زي ما انت شايف الجنريت ترافيك ده مفيد في ايه؟ مفيد بحيث ان انا بقى لو بترين موديل اي اي وعايز احاكي الواقع، عربيات فعلا تبقى ماشيه قدامي والعربيه بتاعتي بتتصرف على اساسها، ساعتها اللي بيحصل ان انا بشغل مثال جنريت ترافيك ده وانزل العربيه بتاعتي، والعربيه بتاعتي تتحرك على اساس العربيات اللي قدامي، بحيث ان انا اختبر مثلا موديل السيلف درايفنج اللي انا عامله، او اترين موديل للسيلف درايفنج هنا على كارلا
بالشكل ده يعني. بس ده كده بالنسبة لمثال جنريت ترافيك. طبعا انت ممكن تحتاج ان انت تعدله. تعدله ازاي؟ طبعا انت عشان تنزل العربية بتاعتك مع مثال جنريت ترافيك ده، فاللي بيحصل ان انت عايز الاتنين يبقوا شغالين مع بعض، فمش هتروح تشغل مثال جنريت ترافيك وبعد كده تروح تشغل العربية بتاعتك. ما ينفعش تشغل المثال يعني او الموديل بتاع العربية بتاعتك، لا. امال اللي بيحصل ايه؟ لازم ان انت تعدل الكود ده، الكود بتاع جنريت ترافيك اللي هو جاي في المثال الجاهز ده، بحيث ان انت تستدعي في الكود الاساسي بتاعك اللي هو بتاع الموديل الاي اي بتاعك، بحيث ان اول ما الكود الاساسي بتاعك يشتغل، لان هو ده الكود اللي هيشتغل، اول ما الكود الاساسي بتاعك يشتغل يروح يستدعي الجنريت ترافيك، وبعد كده ينزل العربية بتاعتك ويتحرك المشهد بالشكل اللي قدامك ده. طبعا هتلاقيني ان انا رافع مثال على جيت هاب كتعديل على جنريت ترافيك. انا كنت معدل قبل كده جنريت ترافيك دي بحيث اني لو هستدعيها في موديل اي اي، لان انا استخدمتها قبل كده في موديل اي اي، اضطريت ان انا اعدل جنريت ترافيك دي بحيث ان انا استدعيتها جوه موديل الاي اي او جوه الكود يعني بتاع موديل الاي اي، وبعد كده الكود ده اول ما بيشتغل اللي بيحصل ان هو بيعمل جنريت ترافيك، بعد كده ينزل العربية بتاعتي تتحرك وهكذا. ده كده بالنسبة للمثال ده.